حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فيصل المناور الخبير في المعهد العربي للتخطيط. مساء الخير دكتور فيصل، ما هي أهمية هذه المبادرة وأهدافها بالنسبة لكم في المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام، أشكركم في البداية على هذه الاستضافة. طبعا هذه المبادرة أتت من خلال العديد من الاجتماعات وتبادل الأفكار بين جمعية الكلمة الطيبة في مملكة البحرين والمعهد العربي للتخطيط، بهدف يعني محاولة دعم الجهود الإنمائية في المملكة. وكانت من أهم التوجهات في مملكة البحرين هي العناية بفئة الشباب، فلذلك أتت هذه المبادرة كمحاولة إلى رفع المهارات القيادية لهؤلاء الشباب من خلال برامج معينة تسعى إلى رفع وعيهم وإدراكهم في القضايا الإنمائية. من المعروف أن فئة الشباب هي الفئة التي ستقود في المستقبل، ستقود المؤسسات، القطاعات الاقتصادية، القطاعات التطوعية، الاجتماعية إلى آخره. فمن هذا المنطلق بدأت الفكرة في مسألة محاولة إعطاء مبادرة تدعم عملية رفع قدراتهم في مجال القيادة والقدرة على قيادة فرق العمل، وأيضا القدرة على طرح المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع والارتقاء فيه من الناحية التنموية. نعم دكتور فيصل، يعني هل لك أن توضح لنا وللسادة المشاهدين، كما ذكر الخبر هناك يعني مراحل ومسارات تمر بها هذه المبادرة من الشهر القادم شهر أكتوبر وحتى شهر إبريل من العام القادم، هل لك أن توضح للسادة المشاهدين هذه المراحل والمسارات التي سيمر بها المشاركون؟ طبعا هذه طبعا المبادرة ستمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التي نحن بصددها، هي مرحلة اختيار المشاركين بناء على معايير تم الاتفاق عليها. رقم اثنين عندنا راح يكون إن شاء الله في بداية أكتوبر انطلاقة هذه المبادرة من خلال طرح البرنامج التدريبي الأول الذي يعنى بقضايا أساسيات عملية التنمية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التمكين. المرحلة الثانية إن شاء الله في نوفمبر سيتم طرح البرنامج التدريبي الخاص بدور القيادة الشبابية في التنمية، حيث سيتم طرح النماذج القيادية من فئة الشباب والتي أثرت في العملية الإنمائية على مستوى الممارسة الدولية، لتعريف هؤلاء الشباب ما هي مكامن قوة من سبقهم في النجاح وما هي التحديات التي واجهوها وأيضا كيف تم التغلب عليها. البرنامج الثالث سيكون معني بقضية مهارات القيادة، سنحاول أن نعزز في هؤلاء الشباب مهارات القيادة، قيادة فرق العمل، القيادة الإبداعية، الأفكار الابتكارية. وبعد الانتهاء من ثلاث برامج هذه سننطلق في المرحلة الرابعة إلى مسألة الورشة التدريبية الخاصة بطرح المبادرات، حيث ستكون هذه الورشة معنية بقضية محددة وهي كيف لهؤلاء الشباب أن يطرحوا مبادرات تنموية سواء في قطاع المشروعات الصغيرة، سواء في قطاع العمل التنموي، في قطاع العمل الاقتصادي، في قطاع التنمية الاجتماعية إلى آخره. آخر هذه المراحل هي المؤتمر العام الذي سيتم فيه تناول جميع المبادرات التي تم طرحها في الورشة، ومن ثم عرضها على السادة المحكمين ومختلف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم أيضا عرضها على هؤلاء لتبنيها وتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم سنختار أفضل هذه المبادرات وسيتم انتقاء المجموعات التي قامت عليها للذهاب إلى الكويت وإلى المعهد العربي للتخطيط لمزيد من التدريب والتأطير لخدمة العملية التنموية إن شاء الله في مملكة البحرين. نعم، من الكويت الدكتور فيصل المناور الخبير في المعهد العربي للتخطيط، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق.